نحكي عن المدرسة إنه كيف تربيط بين الصفوف، وإنه الحصة تنقسم نصين، وإن الدرس بعض الأحيان ما يكمل في الحصة، وكمان عندنا ساحة كبيرة. عندنا مراوح بالصيف ومكيف، ودنا نشوف في المدرسة. أنا أعاني من مشكلة صفوف مش مجمع، مش إن عندنا سيستم بالحصة درس يومي، ما نقدر نأخذ نفس اليوم، نستخدم إحنا شوية درس وخطة ثانية شوية درس، ودنا مدرسة كثير من المعلومات لما بيجي على المدرسة ما بيقدر يدرسوا بهاي المدرسة. أول مشكلة عندي الصفوف المجمعة، المعلم معها 20 حصة، هي فعليا بتعطي 40 حصة. كيف مدرسة بهذا البناء؟ يعني سيء كثير البناء المدرسي من ناحية الصفوف، من ناحية توزيع المباني، المبنى من ناحية الساحة كمان، يعني بعض المعلمات ما بيقدروا يعطوا حصص وبرا حصة للرياضة. كذلك المبنى حكينا انه في بعض التشققات، التهوية فيه غير سليمة غير صحية، الإضاءة كمان فيه مش في إضاءة، وفي لكن بسبب البناء نفسه الإضاءة فيه غير جيدة. مدرسة بنات بيضاء هي التي تعاني من مشاكل فعلا، لأنها ما فيها يعني المتطلبات العملية التربوية على أكمل وجه، ما فيها لا مختبرات لا فيها تقنيات، الغرف قليلة جدا لأنه البناء مستأجر. خط القدر التربوي والتعليم من عام 2009-2010 هناك في بناء مدرسي بدل مستأجر حتى نخلي المستأجر ويكون المدرسة متكاملة، لأنه التوسعات المستقبلية للمدرسة ستكون الأرض مستنفة كاملة، الأرض 6170 متر كاملة وباسم وزارة التربية والتعليم لغايات إقامة المدرسة. خططنا إحنا وزارة التربية والتعليم وضمن الخطة وأولويات وزارة التربية والتعليم موجود. حتى الآن لم يصل التيار الكهربائي إلى المدرسة، وهذه المشكلة ليست موجودة في أي مدرسة من مدارس المملكة الأردنية الهاشمية. المدرسة تأسست في 1970 40 سنة لم تصل إليها التيار الكهربائي، تعمل هذه الأجهزة عن طريق مولد كهربائي، وطبعا هذا المولد يولد كثير من المتاعب، ولا نستطيع استغلال المختبرات الحاسوب بالطريقة المثلى. الماتور الموجود حاليا في المدرسة لا يخدم المدرسة، لكون المدرسة فيها مختبرين، المختبر الأول فيه 10 أجهزة، المختبر الثاني مطور وحديث جدا فيه 17 جهاز إيسر 7600، بالإضافة إلى ملحقات الأجهزة سواء كان من طابعات أو ماسح ضوئي. مدرسة الدفور ما فيها كهرباء، كتبنا كتاب خطي إلى شركة الكهرباء لإيصال الكهرباء من القرية إلى الجمعية وإلى المدرسة. جاءنا الرد والتكلفة انه التكلفة 22000 دينار. السبب مش انه طبيعة المنطقة كونها محمية تعذر وصول الكهرباء لها بشكل اساس. اثنين المنطقة خارج التنظيم، احنا خطبنا وزارة التربية والتعليم على اساس انه حصلنا قيمة الكثرة المادية لايصال التيار الكهربائي، او بالاتفاق مع الجمعية المجاورة للمدرسة بحيث انه وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء او نصف التكلفة والجمعية تتحمل النصف الاخر. لكن وزارة التربية والتعليم قالت انه لابد من شمول المنطقة تكون داخل التنظيم، خاطبت الاقليم البتراء بخصوص هذا الامر بشمولها بالتنظيم حتى تقلل الكلفة. لغاية الان الاقليم لم يبلغ الوزارة إمكانية إدخالها في التنظيم، أم أنها منطقة ذات طبيعة خاصة ومنطقة يعني لا يمكن تنظيمها وبالتالي تبقى محمية ضمن محمية البتراء منطقة بيض. التكلفة المادية لإيصال تيار كهربائي 27000 دينار، لابد أن يكون هناك مواصفات خاصة دون أعمدة كيبل أرضي حتى نحافظ على جمالية المنطقة وعلى طبيعتها الخاصة. وعلمك أنه يوجد مدرسة من
قديم الزمان في هذه القرية تفتقر إلى كهرباء ويوجد فيها كمبيوترات ويوجد فيها أجهزة حاسوب ولا يوجد فيها كهرباء. احنا كان في مخاطبات مع عطوبة مصرف لواء البتراء بخصوص إعادة الكهرباء مرة أخرى بمحاولة إيجاد مصدر مالي عن طريق وزارة التربية والتعليم لإيصال التيار الكهربائي. أنا بحب مدرسة كثير، أنا بحب مدرسة كثير، أنا بحب مدرستنا كثير، إحنا بنحب مدرستنا كثير، إحنا نحب مدرستنا كثير، أنا بحب مدرستي، أنا بحب مدرستي، أنا بحب مدرستي كثير.